عارف يا شقيق اسقدي، وانت عارف مقصودي، والزحل يعلم ويشهد على اعجابي بها وتقديري لعظمتها وجاهها. لكن انا كنت لها دائما المرشد الناصح، واختي نبقى دائما المرشد الناصح. انا وياك يا سقرديون عمرها ما تنسى مواقفنا، لكن سيف ارعد يعرف طامع حكمها وعنايته لها الديار الا باش كله، وهذا شيء هي ما قبلهاش ولا يمكن لها ترضاه. يقتاد زوجها من اجل هذه الارض، وباتات ولدها يموت شر موتة من اجل زحل، وهذه الارض اللي بغيها تبقى دائما ما كتبت الا زحل. كل ما عملات كان هو الصواب، وزحل عانها لانه عارفه مخلصه في عبادته ومنفذه تعليماته. يلا يا سقرديون دخلوا المجلس، راه وقت مجيء قمرية قرب. اه يلا يا سقرديون يلا. مولاتي قمرية العظيمة، الهدايا وصلات لجميع الاقطار، ومع الهدايا رسل حملة الولاء والإخلاص والوفاء من حكام الأقطار. سامع سامع يا شقيقي، سامع يا سقرديون. قمرية العظيمة وجميع الأقطار صبحت إلى خاضعة وطايعة. هذا اللعينة طغات وتجبرات ونسات كل ما عملنا معها من مساعدات، لكن يا ويلها مني. إنما كان لطيف يا شامة، أشجار خضر وفواكه ومياه، الحمد لله. غريب، شكون يظن ويعتقد باللي وراء هاد الجبال وهاد الصحراء أرض خضراء عامرة بهاد الخيرات؟ ارتاحي يا عزيزتي تحت هاد الشجرة، وأنا غادي نصنع مصيدة من قرصانها، مصيدة نصيد بها غزال أو شيء من هاد النوع ناكلوه ونطفيو جوعنا. إلا تسمح يا مولاي، أنا ذقت بالوسخ والغبار، بغيت نزل لهاد الواد نغسل ونظف ثيابي. واخا يا شامه عملي اللي يرضيك، ما انا خليني نصيد في هاد الغابه، ضروري تكون عامره بالغزال. لكن ما تمشيش بعيد يدي يا زان، انا خايفه نبقى وحدي. لا لا ابدا، انا دائما غادي نبقى جنب الواد. انا مشيت. مسكينه يا شامه. يا جمال هاد الغابة العظيمة. جمالك ما ريت متيلو، مياه دفقة وشجار ميلو، فيك صيد حلالي فيك لالي بالي، والشمال عزيز الغالي. يا دنيا يا مالي، شمع 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 شمع
ومصدر كل قوة وشهامة. شامة يا شامة يا شامة. الله ما عاد بصافي دي زارك يردد اسمي وفرحان بوجودي في هذا المكان. ربي ينشيك يا أعز الناس ويحفظك محفظ لساني بين راسي. شامة يا شامة يا مصدر كل قوة وشهامة. هذه مصيبة ممتازة. شامة يا شامة يا شامة يا شامة يا مصدر كل قوة وشهامة. جنب هذا الغطاء يا رجال وهيئوا أدوات صيد الخنصير. أمرك يا سيدي أبو هاد. أشهد اش كان شوف وسط هذا الواد مرأة بهذا الحسن البديع والجمال الساحر في التهن. شنو سر وجودها في أرضي وممتلكاتي؟ لاشك غريبة على هاد الأرض وإلا ما كنش تجرأ وتصبح في مكان خاص بيا أنا أبو هاج. هي طبعا تستحق تصبح في هاد الماء الصافي العذب. اسمع يا وزير الهضار. أمرك يا رفيع المقام. شوفوا شكون هي هذه الفتاة الساحرة اللي في قلب الوادي. إذا كانت من البلاد بحثوا بنت من، وإذا كان مقامه يناسب المقام علي بها كزوجة، وإذا كانت غريبة على هذه الأرض خذوها جارية من الجواري ديالي. لكن يا مولاي هي كتسبح في الجهة الثانية من الوادي، يعني المكان اللي احنا محرمه علينا الاسد اللعين اللي قتل عدد كبير من رجالنا. وكيف وصلت لذاك المكان بلا ما يعترف طريقها الاسد؟ يلا بسرعه دوروا لذاك المكان، يمكن الاسد غير مكانه وراح صار في الغابه. امرك يا مولاي. تبعوني يا حراس. والله جمالك سباني يا فتاة، ولازم تصبحي لي زوجة أو جارية وخا تكوني بنت كبراء جان. صافي هذي غزالة حصلت. سلامة سلامة معاك يا جنزة. البيضة صابت غزالة اتبعها هلا جاي يشعل النار.
خليوا الخيل هنا يا حراس وتقدموا دخلوا نزلوا للواد جيبوا ديك الفتاة. غريب، هذا هو المكان اللي اعتدنا نجدوا فيه الأسد. بسرعة يا حراس، الأسد اللي كنا خايفين منه لا وجود له في هذا المكان. ويلو من دار هذا اللعين يا حراس، واجهوه بالحربات والدروع. شكون سمعنا؟ زهير أسد وأصوات بشر. شامة شامة سمع أصوات بشر مع صوت أسد. غريب، لكن احنا كنا هنا ما حسيناش بوجود أسد. يمكن كان نايم لما دخلنا الغابة، ولما سمح حواضر الخيل وهذه الجماعة فقوا هاجمهم. وشنو يكونوا هذه الجماعة؟ يمكن صيادة قصدوا الغابة. يمكن، وفعلا هذه أحسن غابة صالحة للصيد. خليك هنا تشوي الغزال يا شامة، وانا غادي نقرب من هالضجيج نشوف شنو تما. بالله عليك يا دليزان، خليهم بحالهم وخليهم جنبي. ابدا، انا تيابي كلها تمزقت وما نكره شي جلد هاد الاسد نصنع منه ملبوس يستر جسمي العريان. خليك هنا يا شامة، واي خطر شعرتي بيه ناديني بصوت عالي نحضر. سيدي ابو هاج العظيم، الأسد اللعين اللي دائما منعنا على دخول الغابة من هذه الناحية اعترف طريقنا الآن، والحراس معاه بالحربات والدروع. لكن تعرف يا سيدي، هذا الأسد الهائج ما كتنفع معاه قوة بشر رغم كل المحاولات. قتل الآن فوق 4 من الحراس، والباقي راهم الآن معاه موقف خطير. ولا تسمح يا مولاي، نرجعوا بحالنا ونخليوا الحراس معاه حتى تنجى بحياتك. يا مولاي، نفقدوا عدد من الحراس ولا نفقدوا حياتك؟ شحال معنا الحراس يا حضام؟ معنا 50 حارس. 50 راجل ما كافياش هاد الأسد. أبدا يا مولاي، أنا عارف هاد الأسد كان قسم منا 60 راجل، وفي الراس 40 بعد ما كنا في المرة الفايتة 100 راجل. أنا لازم نتفرج على هاد الأسد ونشوف عظمته. قرب لنا من الحراس وآمر الباقي كلهم يهجموا على الأسد. أمرك يا مولاي. يلا يا حراس، حتى انتم التحقوا بالجماعة اللي كتحارب الأسد. يا أخي برجولتكم يا جبناء، هل عدد من الفرسان قاهرهم أسد. والله عزت علي روح أنا هاد الأسد نفرج عليه هاد الجبناء. شكون هاد الساط عاري الجسد اللي دخل وسط هاد الجماعة ونطع الأسد؟ علمي علمك يا مولاي، هذا إنسان عمر عيني مراته، رجل مفتول العضلات عاري الجسد يحارب أسد بالأسلاح حتى خرج جرمة معاه. هذا فارس جبار. شوف يا مولاي، شوف كيف على أسد ويخبطوا مع الأرض حلقة. أي 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 أي، شجاعة عمر عيني مرتها. شوف شكون هذا المخلوق. لف دراعه على عنق الأسد. خنقه خنقه، الأسد قد الحركة. مات. غريب غريب غريب. عليا عليا بهذا الفارس نهنيه يا وزير الهضام. أمرك يا مولاي. يقين كنشوف وشار الأسد مرجليه ودخل به الغابة. انتبعوا يا مولاي. تبعوا.
شامة شامة. يا دي يا زين، شنو هذا؟ طور؟ لا فار. أسد قد طور؟ شكون قتلو يا دي يا زين؟ مات بالخلعة. خلعة؟ من؟ مات بالخلعة من عدد كبير من الجبناء. كتمزح يا دي يا زين؟ كنرد على سؤالك، انا جر الاسد كي القط من كراعه، وانت كتسالي شكون قتلو؟ انت اللي قتلتيه. وهاد الشراط اللي معمره جسمي هي اكبر دليل. لكن تمجري من جسمك. لا تخافي، جروح بسيطه كانت هي الثمن في قتل هاد الاسد العظيم. شفتي هاد الجلد ديالو؟ منو غادي نصنع لي باه؟ خليني نضمد شرحك. أوه. عليك التحية والإكرام يا سيد الفرسان. عليك أزكى السلام يا سيد. اسمي الهضام، وزير مولانا أبو هاج. سيدي أبو هاج، شاف عظمت قوتك وبسلتك مع هذا الأسد، وحب يهنيك ويجازيك على فعلك، لأنك هنيتينا من هذا الأسد اللي حير عقلنا هذه مدة وزمان. ألف شكر يا سيدي، وأنا ما عملت إلا اللي كان مطلوب مني. كان لازم ننقذ أرواح بشرية من هذا الوحش. أشنو اسمك يا بطل؟ اسمي دويزن، سيف دويزن. اسمح يا بطل، شرف مقابلة مولانا العظيم أبو هاج. والله كل شرف عظيم إذا تفضلتوا عندي هنا الغابة وتاكلوا من صيدي. أنا عندي ما يكفيكم من لحم غزال. اسمع يا بطل، سيدي أبو هاج هو صاحب هذه الغابة اللي انت فيها، هو حاكم هذه الأقطار، وهذه الغابة كانت خاصة بسيدي أبو هاج وفيها كيصيد. ومعروف على سيدي أبو هاج باللي كيقطع راس كل من توجد كيصيد هنا، ولهذا أحسن حاجة تشرف المقابلة ديالو مادام عطفو عليك ورضاه على ما عملتي مع الأسد. طيب أنا جاي تابعك يا سيدي. شامع، خليك في المكان حتى نتعرف على هذا الرجل حاكم هذا الأرض. أرد بالك وحدي نفسك. لا تخافي يا شامع، هادو قوم باين عليهم جبناء. يلا يا رجل. راني شفت كل ما قمت به يا بطل، وكان هنيك. لكن شنو اسمك ومن اي ارض انت؟ انا يا سيدي اسمي سيف دو يزن، وارضي هي حمراء اليمن، بناها ابويا عليه افضل رحمات. يعني انت ولد حاكم قطر مثلي؟ ولد حاكم اقطار مثلك، وانا كذلك حاكم قطر مثلك. يعني انت رجل وقار ومن كبراء الزمن. الوقار لكم يا مولاي. وشنو خلك تبعد على قومك وارضك وترجع لهذا الحال؟ الزمن، الزمن العامر باهل المكر والخداع، اهل الظلم والطمع، اهل الحقد والنفاق. نعم يا سيدي، الزمن. سري عنده قصة طويلة، وصردها يحتاج الألف ليلة. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك يا هضام. نعم يا مولاي. دقوا الخيام وجيبوا لدو يزن ما يناسب مقامه من لباس وجواهر وحصان من أجود ما عندنا من الخير. يكثر خيركم يا سيدي النبيل. أنت اليوم ضيفي، دياري ديارك، حتى تستعد وترتاح وتقصد ديارك، ولك مني ما تحب من الفرسان والزاد حتى تبلغ مرادك. أمالي يا سيدي، نقد على رد الفعل ونرد على كرمكم ما يستحق من كرم. عيب كلامك هذا يا رجل، عيب. انت تستحق كل تعظيم. هذه ملابس يا مولاي. طيب
خذ يا بطل. ألف شكر. سمحوني يا سيدي نختفي لحظة ونرجع. طيب. اسمع يا حضام. نعم يا مولاي. شنو خبر الفتاة اللي شفناها في الوادي؟ بعت الحراس يجيبوها. لا يا مولاي. ويلك. تخالف تعليماتي؟ لا يا مولاي. إنما نشفت الفتاة مع هذا الرجل. انداشت للشبه اللي بينهم. ما تظنها إلا خطو. حتى من الشمل اللي انت شايفها على خطو. نفسها على خد هذه الفتاة اللي معاه. هائل. يعني إكرامي لهذا الرجل كان في محله. طيب إذا كانت أخته أنا لازم نخطبها منه وتصبح لي زوجة. يا بطل. شكرا يا سيدي. الهضام خبرني باللي معك سيدة. نعم يا مولاي. لازم حتى هي تأخذ ما يناسب مخمها. احنا عندنا جماعة من الجاريات كيطبخونا ما نحتاج من الصيد. معاهم ما يناسب من أفخر الملابس والعطور. يا هدام. مولاي. أمر الجواري أخذ السيدة اللي مع هذا البطل خيام الخاصة بالجواري. وابنيوا خيمة لسيف ذو يزن البطل. لك شكري واحترامي يا سيدي الجليل. يا مرحبا بالبطل. كنت منا تكون ارتحيتي بعد ما رجعنا من الصيد. اكثر خيركم يا سيدي. كيف جاتك ارضنا وبلادنا يا سيدي لو يزن؟ عظيمه يا مولاي. يا هدام. امر الراقصات رقصوا احتفالا بهذا البطل. امرك يا مولاي. السيده اللي معنا. نعم يا سيدي. كيبان باللي بينكم شبه كبير. علاش كأنها أختك؟ لا يا سيدي. سيدة اللي معايا هي شامة بنت الوالي على مدينة الدور والحديد. سيدي إفراح. وهي زوجتي. زوجتك؟ نعم زوجتي. غريب. لا كنت ظنها أختك. فعلا يا سيدي بنتنا شبه. يمكن نتيجة ديال كوني لما كنت صبي ربيت في بيت بوها وخصوصا في الوقت اللي كانت امها حاملة بها. الوالي إفراح انا سمع عليه كتير. هو والي من الولاة اللي تابعين الوالي العظيم أرعد. سامع على أرعد يا سيدي أبو هاش؟ نعم نعم. أرعد حاكم أقطار عديدة من الحبشة والسودان. كل عظماء كيعرفوه كيخشوا الشر. وش حال يا سيدي المسافة بين أرضكم وأرض أرعد؟ ما يزيد على 3 شهور فوق الجيال. يا مولاي إذا سمحتوا لي أنا من غدا ناوين قبس طريق لبلادي وأرضي ومتمني من عظمتكم حصان أو زوج لي وزوجتي. أبدا أبدا. عار يا سيد الأخيار. أنت لازم تبقى في ضيافتي على الأقل لمدة 40 يوم. وبعدها أنا غادي نعطيك من الخيل أجود ما عندي ومن الزاد ما يكفيك القطعة بالمسافة. إذا كان صفاري غادي يقلق راحتكم أنا غادي نبقى معكم هذه المدة وأنا أشاكركم وشاكر فضائكم. أنت في أرضك يا بطل. إذا تسمح يا مولاي أنا راجع للمكان اللي شرفتوني بالإقامة فيه أنا وزوجتي اللي هي مسنياني الآن. طيب لكن لما تنتهي هذا الرقصة. يا مولاي أنا ماشي من طبعي مشاهدة الرقص. يكفي ما شفت. غريب. أول مرة كنسمع فيها رجل ما كيحبش مشاهدة الرقص خصوصا وهذا الراقصة اللي أمامك من أجمل الجاريات ومن أحسن الراقصات اللي عندي. باين 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 يا سيدي. شكرا شكرا على هذا حسن الاستقبال. وغدا بحول الله لنا لقاء. مع السلامة مع السلامة. يا هضام.
رفق الضيف يوصل. لا ابدا، خليك يا سيدي، انا عارف طريق. مع السلامة يا سيدي. أصل. سمعت يا هبام؟ قالك ما كيهموش الرقص، ثم الوداع ديالو حيرني، خصوصا لما انطق بإله غير زحل. هذا لا شك عبد رب غير زحل العظيم. هذا ما كنت كنفكر فيه يا مولاي. ثم حتى المرأة اللي كنت من أجلها مقتر لي في المجاملات قال بلي هي زوجته. وإلا كانت زوجته يا مولاي غادي نلزموه يطلقها. وإلا رفض يا ويلو. وحق زحال النوم ما تليزها لي من يوم شفت عيني هذه المرأة، جمالها فاق الوصف، قدها اعتدالها، الشمل اللي على خطر. يا مولاي عمر العين ما تعلى على الحجب، ومادام قلبك تعلق بهذه المرأة لازم يا مولاي تصبح لك من الجاريات الطائعات. يا ريت يا ريت يا عبدان يا ريت. مولاي اعتمد على خدمك المطيع المخلص الوفي. غدا لما يحضر لمجلسكم انا غادي نقصد الدار اللي هو نازل فيها ونخاطب زوجته في الموضوع. وطبعا انت عارف المرأة ما هي الا مرأة، بمجرد ما تعرف ان رجل عظيم مثلك طالب يدها غادي تفضلك على هذا الغريب اللي لقينا جسده عاري وكسيناه. وإلى رفضات يا عبد الله. إلى رفضات غادي نخاطبوه هو ونشرح له باللي قلبك تعلق بها. إلا كان من أهل النبل الجميل غادي يعرف أن عطفك عليه وأنعامك لازم يكون عندهم مقابل. وإلا كان ناكر جاهل العنف أقرب الطرق وأسهلها. كلامك صادق في محله يا عبد الله. غدا خاطب زوجته أولا، وأنا على يقين أنها توافق وتتخلى على هاد العاري الجسد قاتل الأسد. شكون كيطرق الباب؟ أنا الهضام أقرب وأخلص إنسان للوالي أبو هاج. أهلا وسهلا يا سيدي، خير إن شاء الله. يا سيدتي، فين هو زوجك البطل دو يزن؟ أظن يا سيدي من الحماق يقبل العقل سؤال مثل هذا. كيف أنت أقرب إنسان لوالي أبو هاج تجي تسول على ضيف هو الآن في ضيافة سيدي أبو هاج؟ فعلا فعلا هو الآن في ضيافة مولاي أبو هاج. إنما أنت يا سيدتي واش تسمحين عرض عليك مشروع يبعد عليك الشقاء والبؤس والفقر اللي أنت فيهم ويقربك من العز والرفاهية والمجد؟ اسمع يا سيدي، إلا كان قصدك تسأل على دو يزن راه الآن عند الوالي الكبير أبو هاج. وإلا كان قصدك تعرض علي مشاريع رانا في غنى عنها، أنا عقلي وفكري هما عقل وفكر زوجي. وإلا كان لازم تعرض مشاريعك هذه أحسن عرضها عليه هو أولى. يا سيدتي مشاريعي هذه كتهمك بالدرجة الأولى أكثر ما هي كتهم زوجك. يا سيدي أرجوك غير هذا الحديث ولا تحاولش ترغمني نقفل الباب في وجهك. أنا زوجة غايب زوجها، ما عندي لا حيلة ولا قوة. من فضلك أرجع المجلس مولاك الوالي أبو هاج، وهناك توجد دو يزن وحدثه بأي موضوع ترضاه. بصراحة يا سيدتي سيدي أبو هاج شافك أول مرة وانت كتسبحي في الواد وتعلق بك قلبه، وهو الآن كلفني نبلغك إعجابه واستعداده يتزوج بك إلى تجي وترضاي. غرب من أمامي، خزاك الله يا قليل العفة. والله لو كان زوجي هنا وسمع هذا الكلام اللي قلتي لا خلى لك لساني، لكن لما يرجع غادي يعرف كل ما صدر منك يا قليل الحياء والعفة. كتشتمي اكبر مساعد للوالي ابو هاج اللي شملكم بعطفه ورعايته وحماكم من رياح الصحراء وحوش الغابات. طيب انا غادي نعرف نوريك مكانتي يا احقر نساء. بعد اخزك الله يا عدو الله. طيب ها انا رايح، انما لازم ما تدمي لازم ما تدمي. لا 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 جيت نسأل عليك نسأل عليك فقط. سأل عليا وانت شفتني حتى دخلت لعند سيدك ابو هاش؟ جاوب يا رجل. لا
قصدي نسأل ياك ما ناقصاكم شي حاجة في المنزل باش نقضيها لكم. والله لولا وجودك في الحرمة ديالي وخيركم عليا كتير يا حتى نفصل عنقك على جسدك. يلا غرب من وجهي يا أحقر ناس. حاضر يلا. شامة شامة. نعم يا دياسة. مالك شنو بكاك يا شامة؟ هاد اللعين الحقير. وشنو سر قدومه لهاد المكان؟ جا اللعين كيطالب مني نقبل الزواج من مولاه ونتخلى عليك. هادو قوم ما عندهم لا اخلاق ولا ضمير، خزاهم الله. يلا يا شامة تعدين غادروا هاد الأرض. على أقدام يا ديازان؟ أبدا، أنا الآن معايا سيف وكل معدة الحرب. لازم ناخد من هاد القوم زوج العيودان، حبوا ولا كرهوا. يلا استعدي وخدي شيء نعملوه زاد في طريقنا. سيدي أبو هاج، اللعين ذو يدان غادر المدينة هو وزوجته. ويلكم، كيفاش؟ إيه يا مولاي، بعد الموقع ما حكيت لكم عليه خرج وقت الربعة الحراس بالليل وخدا زوج عودان وقبض الطريق. ويلك يا هضام، شنو كتنتظروا؟ تبعوه، خذ معاك ما يكفي من الجيش وتبعوهم، ولما توجدوه قتلوه وجيبوا شمعة. أمرك يا مولاي. هنا يا شامة حتى ناكلوا شيء من الطعام ومن بعد نستمروا في طريقنا. هاد الليلة هادي يومين ما ارتحنا والعيودان غادي يكون عياو. وحتى انا يا ديازان حاسة انا بفضلي، يمكن موعد الولادة قرب. اجي نساعدك تنزلين فوق الحصان شوية، اجي ارتاحي من هنا هنا في المغارة ونخفيه العيودان ديالنا. الله البرد البرد. خذ يا شامة، خذي ذراعتي تغطي بها. تعبتك يا ديازان. ابدا يا سيدتي، انا كنت لك سباب في المتاعب. ارتاحي وانا نشعل النار ونهيئ لك شي تاكليه. انا عيانه يا ديازان، انا حاسه بالم شديد في بطني وبحمل سارية بجميع جسدي. لا بس عليك يا شامة، احنا غادي نبقى هنا حتى تخفي وترتاحي. واذا تبعونا هاد الغدارين؟ الله معنا. ثم يا شامة ما يكون سيف يدي لا تدهشي ولا تخافي، وخجيني جيوش بعدد حب الرمل بعناية الله نشتتهم تشتيت. ربي يعينك ويساعدك. فينك يا عمبر؟ هنا يا سعدين. هذا غزال ضربته بلبلة، يلا هي ونشويه. ما بقى إلا المغارة اللي كنت فيها إلا مسير فيهم ونوصله، وهناك لازم نوجد بعض الرجال اللي كانوا معايا قبل ما نتعرف على سيدي ديوزال المرحوم. لما نوصله غادي ناخدوا رجالي ونقصدوا مدينة قيمر، وفي مدينة قيمر كاين الحكيمة عاقلة اللي حكينا عليها سيدي ديوزال، وهذه الحكيمة هي اللي غادي تساعدنا على قمرية اللعينة. وخم الكلوح عاقلة من أعظم الساحرات، وإلى ساعدتنا أنا لازم ننتقم المولاي دو يزن وشامة. بالله لا تفكرني يسعدون في مولاي شامة. هذه 3 شهور باش الأقدار حكمت علينا بالفراق بعد ما غدرت بينا المكارة قمرية. وحق الرب الكريم
اللي علمني الامام ذو يزل اللي اتكل عليه ما بدني واخذ الطاره من المجرمين وخيملكوا الف لوح من امثال ذاك اللوح المنقوش. وشنو فائده الانتقام يا سعدون بعد ما دعنت الامام ذو يزال وشامه؟ الا كان مولانا القادر مقدر لهم الحياه لازم نتلقاو، والا كانوا ماتوا معينا الا الصبر والدعوات لهم بالرحمه والمغفره والاستعداد للانتقام من نمو اللعينه والسقرديول المفتون وشقيق ابليس قرديس. هل نرش على في سعدون؟ طيب بلتي نسلخ هذا الغزال.